الجار قبل الدار يا ما كتبناها لين أصبحت تذكار وحروف نقراها. وين جيران الوفا الوفا والحب وين؟ وين كنا ليه صرنا كيف كان؟ وين الوفا والحب وين؟ وين كنا ليه صرنا كيف كان؟ جربت عيش بزمان الطيبين، لا تعيب الوقت وتعيب الزمان. جرب تعيش بزمان الطيبين الطيبين، لا تعيب الوقت وتعيب الزمان. زينها والله حياة الأولين، كانت الفرجان والدنيا أمان. زينها والله حياة الأولين، كانت الفرجان أحباب. يا دنيا يا دنيا اتفرقوا الأحباب، ماتت مشاعرنا مشاعرنا والباب جنب الباب. أحباب يا دنيا جنب الباب. يا ليت الدنيا تعود للماضي وذيك العهود، نرجع مثل ذاك الزمان، ترجع طبايعنا وتسود، ترجع طبايعنا وتسود. هاي شنو؟ هذا القسط مال هالشهر، أعطتني إياه هي. لا يبا، خلي الفلوس عندك. وتدري رجع المبلغ لهم، أنا مو بمحتاج لهم. شلون مو محتاج؟ لا يكون مفكر نفسك تاجر. يبا مو موضوع تاجر، أنت شايف حالتهم، هم في حاجة الفلوس أكثر مني، أنا إيش بسوي فيه؟ أزل إيش رأيك أقول لهم إن المبلغ هذا منك أنت؟ رجعنا على هالموضوع مرة ثانية يا يبا. تكفى يا يبا، الله يرحم لي والديك، هالموضوع ما بينطري مرة ثانية. لا تنسى يبا إن أنا كل يوم ترى أشوفهم برا، ما بتصير بيني وبينهم أي حراجات. وعدني يبا، تكفى يبا، وعدني إن هالموضوع يتسكر وما يتبطل مرة ثانية. إن شاء الله أوعدك. زين
توصي بشيء؟ فحفظ الله. يلا نشوفك على خير. مع السلامة. جزاك الله خير يا ولدي، جزاك الله خير. خلنا نرجع الفلوس هذه حق هيا. اي هذه أمانة، ما قصرت يا فيصل. عمي؟ هلا يبا. وين رايح؟ تعال قاعد اشرب قهوتك. تسلم ايدك، بروح حق هيا، برجع له القسط، الريال قال بيبيهم هالشهر. اي اذا خلاص يا عمي، قاعد اشرب قهوتك، فطم اروح ابدل عشان ودي اروح حق اختي هيا واشوفها. ان شاء الله، لا تاخرين يبا. ان شاء الله. يلا روحي. خالتي شلونك؟ قالوا لي ما تذكرين أحد ولا تذكرين أي شيء. أتدرين؟ هذه نعمة كبيرة من رب العالمين. عالمك مسالم بسيط، ما في له هم ولا حقد ولا طمع ولا حتى الخوف. آسفة خالتي إذا ضايقتك بشيء أو ضريتك فيهم. هذا أنا خسرت كل شيء، خسرت أهلي، خسرت محبة خواتي، خسرت البيت اللي ربيت فيه، وقاعدة أخسر ليلي، الإنسان اللي حبيته وضحيت بكل شيء عشانه. أنت بعد خسرتي كل هذيله، بس تدرين إحنا غلطنا وقاعدين ندفع ثمن غلطنا. إيه بس أوعدك خالتي ما راح أخليك، ما دير بالي عليك، ما راح أخليك خالتي، بكون معك في كل وقت. سامحيني خالتي، سامحيني ودي سنوش، سامحيني. ما رضى ياخذهم. ليش يا يبا؟ ما ادري يا بنتي، هو قال انه ما يبي ياخذهم وخلاص. لا تساليني ليش، ما ادري. شيء حير، الريال ما رضى ياخذ فلوسه، وما تبوني اعرف شيء عنه؟ يا يبا انا لو اعرف كان قلت لك. ما اعرف يا يبا، ما اعرف. والله فاعل هالخير، انا مو بعرفه شلون ايازي، جزاه الله الف خير. بس يا يبا ابيك تدلني عليه عشان اروح له وارد له المبلغ. يا يبا هو ما يبي احد يعرفه، انت بس ادعي له من بعيد لبعيد. شوفي عاد الامانه انا رجعتها لك، وما على الرسول الا البلاغ. ارخصوا لي يا جماعه. عمي بسعود انا بوصلك. يلا تفضل. معقوله للحين في ناس فيها خير؟ ايه بس انت ما راح تصدقين من لو عرفتي. ليش انت تعرفينه؟ إيه عارفة. ومن هو؟
والله ما ادري صح اقول لك ولا لا. اي صح، ليش مو بصح؟ في شيء وانتو خاشين عني؟ شيخه انت تدرين وما تبين تقولي لي؟ هو غلطتك يا هيا، انا توني عرفت مثلك من ساعه. سمعتهم هما يتكلمون ويقول لها ما ابي هي تعرف. شيخه اقول لك من هو؟ الله يسامحني بس. فيصل. فيصل؟ اي فيصل خذ قرض من البنك وعطاه ابوه وقال له ما ابي حد يعرف. فيصل هو اللي ساعدنا بالفلوس؟ بس ليش ما يبيني اعرف؟ ما ادري يا هيا، يمكن هذه فرصه عشان تعرفين، وسوى كل هذا الشيء عشان يكسب قلبك وتحبينه. يبيني احبه من غير مقابل، يبيني احبه من غير لا اعرف انه هو اللي عطاني الفلوس. ايش كثر هالانسان كبر بعيني. هو انتي طول الوقت ظلمته، لو واحد ثاني من اول كف مشى وراح وخلاك. زين ايش تبين اسوي الحين؟ اتصل له ولا ما احسس اني عرفت؟ لا تحسسين انك عرفتي، يمكن تحرجينه. شفتي فيصل ايش كثر يحبك؟ وانتي بعد تحبينه، لا تخشين على روحك. احبه والله العظيم احبه. انتوا ايش فيكم افهموني؟ انا وين اخلي مطر؟ مطر مع منو يعيش؟ هو ما يعيش الا مع هيا. هم مو مجبورين فيه، انا المجبوره فيه، انا المجبوره اتحمله، انا المجبوره اللي اربيه. ألف ألف مبروك حبيبتي، إن شاء الله أيامكم كلها فرح وسرور. الله يبارك فيك خالتي. مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك يا باي. مبروك يا بنتي يا حصة. الله يبارك فيك عمي. إذنكم أنا بروح أرتب أغراضي. الله يحفظك يا باي. أقول يا باي، كان خذ زوجتك ورحت شهر عسل، هذا من حقها علي. والله يا باي هذه كانت رغبتها، وهي بعد ما حبت تكلف علي، بعدها هي حابة أصلا تقعد معاكم مع أخواتها، وإن شاء الله إذا الله قدرني راح أعوضها إن شاء الله. إن شاء الله. مسعود ايش صار على الغداء؟ حاضر طيب. يلا يلا تعال 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 يا ولدي تعال. حياك حياك سيدي. حيا الله من يامنا. الله شلونك يا باي؟ الحمد لله. الله يسلمك. امورك زينه؟ الله يعافيك. الو هلا حصة حبيبتي، شلونك؟ هلا مريم. انا زينة، مو على اساس مسويت لي بلوك؟ ايش لا راجعة وداقي علي؟ صح، بس لاني ودي اشوف شكلك ومحتاجة لك وايد. وانا احسب انك متصلة علشان تباركين لي بزواجي. انت تزوجتي؟ متى ومن؟ امس تزوجت حمد ولد ابو سعود. حمد؟ مو هو اللي كان في السجن؟ اي كان مسجون وطلع. شلون؟ يعني انت مقتنعة؟ اكيد مقتنعة، ولو ما كنت مقتنعة ما كنت بتزوجها. ترى حمد وايد تغير يا مريم. الف مبروك حبيبتي اختي، والله استانستك من كل قلبي. الله يبارك فيك مريم. مهم انا اليوم ثاني يوم لي من زواجي، ورايلي لو ما كان متفهم ما كان خلاني هيا اشوفك. اي بس ما علي حصة، انا قلت لك ما ابي حد يعرف. الا ريلي يا مريم، ما اقدر ابدا حياتي معاه بالكذب. عدل لا تحاتين، انا وصيت انه ما يقول حق احد. زين هي شلونها؟ اكيد للحين زعلانه مني. حقها وحقها تكرهني بعد. ليش اللي سويته فيها بسيط؟ لا لا مريم، هي ما تعرف تكره، بالعكس هي دوم تفكر فيك وتحاتيك بعد. وعلي اكيد الحين بروحها يوم مطر. صح؟ صح، لكن احنا دوم معاها ونشوفها يوميا. بس تدرين اختك هيا ما تبي تتزوج علشان مطر. مريم مريم وين شردتي؟
شرت حبيبتي حصة في الموضوع اللي أبيتش فيه. إي صح، شنو الموضوع؟ والله انت غلطان من الاساس يا اخوي. دام ما اعطتك وي تشوف واحده ثانيه. شنو تشوف واحده ثانيه؟ بس موتر هاي. وبعدين ترى ما تفهم في الحب، عشان شي انت تقول هالكلام؟ لا تقول لي عشان سالفه بنت عمتك عبالك انها يحب. ايش الحب اللي وراه محاكم؟ ابشرك تنازلت عن الدعوه. ليش؟ لانها اتصلت فيني واعتذرت لي وعبرت لي عن شعور. وابشرك الاسبوع الجاي نتزوج. ما شاء الله بهالسهولة؟ إيه بهالسهولة. عاد لا تقولي سالفة ديسك وضرب وألف ميل، هاي الكلام الفاضي ما ينفع. خلاص حبيب اسمع، عاد اقطع عرق وسيح دم، قول له إن القرض من عندك، إن ضبطت وضبطت، وإن ما ضبطت يا حبيبي شوف واحدة ثانية. والله على هالكلام اللي تقوله باينة لا لك علاقة لا في الزيت ولا في الطحين، ولا كأنك تعرف الموضوع من الأول. يا خنا قايل لك هالموضوع أنا ما أبي بطله، ما بيها تعرف بشيء. ايش فيك انت؟ انت من الاساس اعطيت الفلوس على اساس ترضى فيك، ايش بلاك؟ ها شو ايش قلت؟ ترضى فيك علشان انت اللي اعطيتها الفلوس، وانا ما ابي هالشيء. انا ما ابيها ترضى فيني علشان انا اعطيتها الفلوس، ابيها ترضى في فيصل. طبعا انت ما تفهم في هالكلام، فيعني احس الكلام ضايع معك. اقتنعت بكلامك. هاي على بالك الحب اللي بينك وبين بنت عمتك هاي حب صجي؟ تدري؟ شكلي برفع عليها دعوة من جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. ها ايش اخبارها مريم؟ ايش صار معاها؟ قوم معاي بنتكلم فوق، ما ابي احد يسمعني. يلا. مطر وين راح ذي؟ جدر اليد. مطر وينك؟
فيصل اخوي عندكم؟ مطر؟ لا والله مو موجود. خير يا حياة، حياة شبه حياة. يبا الحقني، مطر اخوي ضايع وما لقيته. ايش السالفة؟ يعني وين راح؟ ما ادري ما ادري يا يبا وين راح. دخلت عليه غرفته حصلت ثيابه مقطوطه على الارض. صلي صلي على النبي يا هيا، يمكن طلع راح مني ولا مني طلع في الفريج. جواله معه؟ اي معه. اتصل له ما يرد. خلوني اجرب الحين. عاد يرد ما يرد. انتوا تعرفون ان مطر ما له في التليفون. يبا تكفى، ابيكم تطلعون تدورون عليه بالفريج. لحظه يبا، انت استريح وانا بطلع ادور عليه. انا بطلع ادور عليه. يبا تاخذ موترك وانا باخذ موتري، واللي يلقاه يتصل في التانزو. يا ربي يا مطر دائما متعبني معاه. هيا حبيبتي اهدي شوي، تلقينا طلع يلعب ويا اليهال برا، بيدورون عليه وبيحصلونه. ان شاء الله يا يمه ان شاء الله. بحاول فيه مره ثانيه. انت ما تتخيلين سوت فيني رسالتك. طرت من الفرح وطلعت من البيت بسرعه علشان زوجتي ما تشك. ليش هي بالعاده بتشك فيك؟ لا الحق يقال. وبعدين ترى انا ما عندي هالحركات هذه مع البنات، على شنو تشك؟ ما عندك حركات وهيك. اي هيك، انت غير، انت اول وحده تدخل حياتي بعد زوجتي مريم. كلكم بتقولوا هيك، انت اول وحده بحياتك. انا قلت انت اول وحده بحياتي بعد زوجتي، يعني انت الثانيه. يا ريت شفتك من قبل تكون اول وحده. انا الحقيقه بغار. يا عيل كذي انت اول وحده تدشين هني، يرضيك هالشيء؟ بيرضيني. زين متى تحبين اطلبك من اهلك؟ انا بخبرك كرمال اهلك يجوا يزورونا. اهلي؟ انا الوالد رحمه الله عليه متوفي من زمان. الله يرحمه. وامك بعد عايشه؟ هي امي عايشه بس مسكينه تعالج في المانيا، وحتى اختي ساره اليوم راحت لها. خلص اليوم بفتح الموضوع مع اهلي وبمهد لهم وبرد لك جواب بكره. الله يعيني، انطر لي بكره. رح روح كفي شغله، بدك شيء؟ سلامتك. يا قلبي. ما لقيته؟ لا والله ما لقينا. زين يبا انا لازم ارد البيت ومن اهلي نص ساعه اذا ما جاء انا لازم اتصل بالشرطه. مطر هو؟ لا هذه فهد. زين ردي يمكن مطر وياه. اي صح. الو هلا فهد. انا ادري ان قلبك حارقت على مطر. لا مطر وياي. مطر؟ مطر معك؟ وشلون صار معك؟ كنت بدوامي اتصل لي تليفون وقال جاي حق احمدو ومشتاق لي. يشوف احمد؟ هو شلون تكلم معاك؟ شلون يعرف يتصل؟ ما تذكرين يوم سيفت تليفوني عنده وحطيت له رقم واحد؟ اتصل لي تليفون بس هو مو بعارف وينه. قلت طيب عطني حد اتكلم معاه واتواصل معاه. اعطاني واحد وشرح لي المكان ووصلت لعنده. لا 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 احنا قريب. مشكور يا ابو احمد وما قصرت، بغى يوقف قلبي من الخوف. ان شاء الله انا راح انتظرك قدام البيت. مع السلامه. خليك انت فيصل، روح وقف عند الباب خذ مطر ودخل الضيف المجلس. تبشر. الحمد لله ان لقيناه. الله يسامحك يا اخوي، بس شلون قدر يوصل حق ابو احمد؟ عليكم السلام. وين هي؟ هي موجودة عندنا في البيت. حياك تفضل عندنا. لا مشكور، لأن عندي شغل لازم ألحق. هذا مطر وصل عندكم. الله يجزاك خير ما قصر. لو شفت خواته بس حالتهم حالة، بس كانوا بيعرفون عنه خبر واحد. خلاص يا مطر، أحمدو راح يجيبه عندك هنا، وبنت تروح له وراح يجيك هنا. إيه باتصل فيك.
انت رقم واحد صح؟ اي رقم واحد. اي رد، لا تخلينا اسوي لك بلوك. عافية عليك، لا تنسى ها، رقم واحد. يلا مع السلامة. يلا يبا حياك الله. جي يا مطعم، يعني هذه سواته تسويها؟ انا طعشان ابي عصير. طعشان؟ تعال تعال. طعشان طعشان. الحين بحط لك عصير. هذه انت؟ اي نعم انا. انا. ايش عندك يا هني؟ وما عندي شيء سلامتك. بس حبيت اسلمك امانه. شنو هي الامانه اللي حاب تسلمها؟ تفضل. شنو ذي؟ هذه ورقه طلاق امك اللي جنت بسببك يا خالد. حرام عليك. حرام عليك، حرمت قلبين يعيشون مع بعض. قصدك حرمت فلوسي تدش جيبك. كل يعمل بنيته. ما شاء الله عليك يا ابو النوايا. عموما الرساله وصلت. ولا عاد اشوفك تعترض طريقي مره ثانيه. الله، وين خالد اللي كان دائما يقول انا معجب فيك يا عمي عبد الله؟ ها؟ ولا كان هذا كله علشان تطمن امك؟ تلهف فلوسها؟ هذا انت عرفت. لقيتها على الطاير ما شاء الله عليك. لكن للاسف ذكائك ما كان كافي علشان تسبقني حق الكيكه هذه. انت على بالك انا ما كنت عارفك وقاري افكارك اول ما شفتك؟ حيل يوم انك كنت عارف وقاري افكاري من اول يوم شفتني. ها؟ ليش ما حذرت امك مني؟ ها؟ انك يا خالد انت كنت اكبر داعم لزواجنا. أنا بجاوبك. أمي كانت مسوية قفل حق حياتي. تبي تزوجني على كيفها، تأكلني على كيفها، تتصرف على كيفها، تسفرني على كيفها، ويثني أنت على طبق من ذهب. أنت كنت الحجة والسبب اللي خلاني أحول كل هذه الثروة باسمي. أنت يا عبد الله كنت المفتاح اللي فتح القفل. عرفت الحين ليش انا كنت داعم لزواجكم على قولتي؟ عموما هذه ما تناسبني، تناسبك انت. عافية. أبي بعد طعشان. بس خلاص يلا ما يصير. هل قول لي أنت شلون تطلع من البيت وما تقول لي؟ إذا قلت لك ما بتخليني. أي ما راح أخليك، أنا لازم أطلع معاك. تبي تروح عند أحمد قول لي، أنا أكلم أبوه يجيبه عندك البيت تلعب معاه. لكن طلعة كذي على كيفك ما في. ما في؟ أي ما في. بعدين أنت رايح عند أحمد، الشنطة وملابسك ليش ما أخذهم؟ أعز البيت، أبي أعيش عندهم. تعيش عندهم ليش؟ أنت ما تعيش إلا معي أنا. ما أبي أعيش معك، ما أبي هي. وليش يا يبو ما تبي تعيش معاها؟ هي حليوة، تخاف عليك، تدلعك، تأكلك وتشربك. ليش يا يبو ما تبي تعيش معاها؟ ليش؟ يلا رد على عمي، ليش ما تبي تعيش معاي؟ مطر، أنا أذيتك في شيء؟ لا، عشان مطر حبك. عشان تحبني وتبي تعيش معاي؟ ايه، انت ما تبين تستوين عروس عشان انا عندك في البيت. انت ما تخليني، بخليك عشان تتزوجين مثل هذيله شيخه وحصوب.
أنا ريال فلتة بعيش بروحي. أوه هذا أحبه. وأنا بعد أحبك وأنا رفيجك صح؟ إيه أنت تقول لي قصة حلوة. جوني جوني يس بابا وتخليني أسوق بيب بيب وتيب هذا بابا بلاليط. وشنو سالفة البلاليط بعد؟ يا يما هذه سالفة طويلة بعدين بقولها لك. تحب أختي هيا ها؟ مطر أنت إيش قاعد تقول؟ إيه هذا سمعته حبك حبك وأنت بعد سمعتك حبي حبي. امشي يلا امشي خلنا نمشي. انا ابي اعيش عند احمد. انت ما تعيش عند حد غيري فهمت؟ خلاص يا هيا ليه متى بتتمين تسوين في نفسك كذي؟ ليه متى بتتمين تكابرين؟ شيخه شيخه معاها حق يا هيا. انت متى بتتمين كذي؟ اخوك اللي ما يفهم حس حسي على نفسك شوي يا بنيتي. يا هيا مطر بحسبه ولدنا لا تخلينا عقبه في حياتك كلنا بنهتم فيه. سمعيني يا هيا ابوك الله يرحمه وصاني عليكم ومثل ما قالت أم سعود ترى أخوكم مطر حسبة ولدنا. لا تحمليني ذنب قدام رب العالمين إني ما قدرت أصون الأمانة. إذا أنت ما تبين تزوجين ولدي كيفك هذا قرارك ما حد يقدر يجبرك عليه. لكن إذا أنت ما تبين تزوجين مولية بسبة أخوك ما يجوز يا هيبة هذا ما حد يقبل فيه. مقطع كلامك له بالخير يا يبا. في شيء احنا لازم نحطه في بالنا عدل واولهم انا. لازم نعرف ان هي تموت وايد في مطر ومطر بعد ما لابد منها. شيء طبيعي انها ما راح توافق على الزواج لانها حاطه في بالها ان هي الوحيده الحين مسؤوله عنه خصوصا بعد ما تزوجوا خواتها. أحب أقول لك شيء ثاني يا هيا. ترى مطر في حسبة أخوي وبيتنا يعتبر بيته وأنا متأكد أن أنا وياك نقدر نهتم فيه مع بعض. هاي هيا إيش قلتي؟ وافقي؟ أنا موافقة بس عندي شرط أنك تسكن معنا في البيت ومطر معنا علشان ما أحس بالذنب. وأنا أكيد موافق. عيالي يا جماعة نحدد موعد الملكة. أنا أقول بعد يومين الخميس. الخميس موعد الملكة. كلي يما. خلص براحتك يما. أنا قاعد أحترق في نار داخلي قاعدة تحرقني ما قادرة أطفيها. يما أنا وايد ضعيفة من غيرك. ظاهر زوجي وولدك كانوا مسوين الحساب عشان كانوا يخافون منك. حتى زوجك عبد الله كان طمعان فيك لأن أول ما مرضتي راح المحكمة وطلقك. حابة أطلعك من هني بس زوجي هددني إذا باخذك عندي بيطلقني وأنا ما عندي مكان ثاني أوديك له. ما عندي مكان ثاني أخذك عليه. بس يا دي سامحني.
خلص ما بيغلطك زيادة. عندي لك خبر وايد حلو. تستانسين عليه. يما أنا حامل. وبعد 8 شهور بيج حفيدك. يقول لك يا جدتي. خالد، ودي أقول لك شيء. صراحة جاتني فكرة، يعني هي زينة ترى. ليكون تبي تدشين تجارة، ترى ما في شدة خسائر، ها؟ لا لا تجارة ولا شيء. أنا حتى الصالون أصلاً أبي أبيعه، خلاص أبي أفتك منه. كيفك؟ حلالك. زين، شنو الموضوع اللي تبي تكلمين فيه؟ يعني أقول بدل قعدتنا حبيبي بروحنا في البيت، خليني أبلنا ياهل يونسنا. أني بياهل؟ والدكتور اللي قال لنا ما فيك عيال؟ لا حبيبي، أقصد أنت بلنا ياهل. أنت شو الأفلام اللي تشوفينها هالأيام؟ هذا ردك؟ لا، ردي أنك ما تبين السيرة هذه مرة ثانية. أنا ما أبي أورث حد التبني. قبل الدار يا ما كتبناها، لين أصبحت ذكار وحروف نقراها. وين جيران الوفا، الوفا والحب وين؟ وين كنا ليه صرنا كيف كان؟ وين جيران الوفا، الوفا والحب وين؟ وين كنا ليه صرنا كيف كان؟ جربت عيش بزمان الطيبين، لا تعيب الوقت وتعيب الزمان. جرب تعيش بزمان الطيبين الطيبين، لا تعيب الوقت وتعيب الزمان. زينها والله حياة الأولين، كانت الفرجان والدنيا أمان. زينها والله حياة الأولين، كانت الفرجان والدنيا أمان، والدنيا أحباب. يا دنيا يا دنيا
مشاعرنا مشاعرنا والباب جنب الباب أحباب يا دنيا يا 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 دنيا اتفرقوا الأحباب ماتت مشاعرنا مشاعرنا والباب جنب الزمان ترجع طبايعنا وتسود ترجع طبايعنا